ايطاليا تتفوق مجددا بالثلاثه، ولكن المره دي على سويسرا باداء هو الافضل في اليورو لحد دلوقتي. روبرتو مانشيني بيغير شكل ايطاليا راسا على عقب من فريق دفاعي بحت لفريق هجومي وبيقدم كوره جميله. نتكلم النهارده في حاجات كتير قوي عن مباراه ايطاليا وسويسرا. معاكم مصطفى، ودي حلقه جديده من قهوه اليورو، ونقدر نتكلم عن ايطاليا وسويسرا. حطني رقم واحد في القصير. قبل ما نتكلم على اي حاجه في مباراه النهارده، في احصائيه مرعبه لايطاليا لازم اقولها لكم. ايطاليا لعبت في اخر 29 مباراه، كسبت 24 منها وتعادلت في خمسه وما خسرتش اي مباراه. ده كمان طلعوا ب 22 مباراه بكلين شيت وما دخلش فيهم ولا جول، وسجلوا في 29 مباراه 80 جول. والاحصائيه دي بتاكد ان روبرت مانشيني بيقدم كوره حلوه قوي مع ايطاليا. بيلعب ب 4-3-3 والشكل الهجومي بيتحول 4-3-4-3، بطلوع فينزولا للامام شويه ويزق الامام شويه علشان يساعد في الناحيه الهجوميه بلعيبه نص الملعب باريلا ولوكاتيلي وجورجينيو في نص الملعب، وكمان يساعد في التلت الهجومي ما بين انسيني وايموبلي وبيراردي. ايطاليا بدات بنفس مباراه الافتتاح ضد تركيا بالظبط. انا مش مدي الحريه لتركيا، انا احيانا بسيب الكره لتركيا، بنظم نوعا ما نفسي وبنظم نوعا ما لعبي علشان ما ابداش ضاغط من اول المباراه. وبدايه يعني بعد ما عدى اول 10 دقائق او اول ربع ساعه، بدا ايطاليا يتحكم في رتم المباراه من تاني. بدا هو اللي يمسك الكوره، هو اللي يلعب كرات طويله، كرات على الارض، اللي يتحكم في الريتم، يسرع الريتم، يهدي الريتم، يبتدي يلعب كرات طويله، كرات على الارض، هو اللي بيعمل كل حاجه. وحتى لما كان بيخسر كوره كان بيلعب ضغط عالي شرس جدا بالثلاثي او الثنائي الامامي نمسيني وموبلي، لان في الناحيه الدفاعيه بينزل بيراردي في الناحيه الدفاعيه مع ثلاثي نص الملعب برضه، لان سبينتزولا بيرجع لورا بشكل رباعي في خط الدفاع ورباعي في خط الوسط، واثنين مهاجمين انسيني وموبلي هم اللي بيضغطوا على دفاع سويسرا. والضغط على دفاع سويسرا كان بيدي ان ايطاليا بتعرف تستخلص الكوره بسرعه. شفناها في ماتش تركيا ان كانت بتعرف تستخلص الكوره في نص ملعب تركيا، ولكن النهارده نوعا ما في كذا كوره كانت بتوصل نص ملعب ايطاليا بعد كده بتستخلص الكوره. وفي كذا لاعب لازم نتكلم عليهم بصراحه. اول لاعب وهو لوكاتيلي. لوكاتيلي لاعب من ساسولو، لاعب مميز جدا في خط نص الملعب، دفاعيا مميز جدا، هجوميا بيساعد كويس جدا من ناحيه الهجوميه. شفناها النهارده بالقطع المميزه جدا في عمق دفاع سويسرا، ودخل حط الجون بيمينه، وكمان شفنا في الجون الثاني بشمال الشوطه. لوكاتيلي من اللعيبه المميزين جدا، وانا اتوقع ان لوكاتيلي الايام اللي جايه في الميركاتو اللي جايه يبقى في خناقه كبيره جدا عليه من كبار اوروبا، سواء برشلونه، ريال مدريد، يوفي، كبار اوروبا كلها تتخانق على لوكاتيلي الايام اللي جايه، وخلوا الكلام ده في دماغكم. بس المباراه من بعد جون كليني الاول والخساره واتلغى بسبب لابس تادي من كليني وكده، كليني بعديها خرج من الملعب. كليني خرج الملعب بسبب اصابه، لسه لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار عن اصابه اذا كانت اصابه قويه ولا مش قويه، ولكن انا اتوقع ان هي اصابه شد مثلا في الخلفيه او الاماميه، ومن المباراه اللي جايه هيرجع طبيعي جدا. لكن بعد خروج كليني ونزول اتشيرفي، ايطاليا انا قلت ممكن مانشيني يبقى قلقان شويه يرجع شويه لعيبه نص الملعب، لكن لا، ايطاليا بعد حتى نزول اتشيرفي هو عارف ادواره محفوظ. مانشيني محفظ كل لاعب في ايطاليا ادواره كويس جدا جدا جدا، ومحفظ كل لاعب اللي هو انت هتعمل كذا وده يعمل كذا وده يرجع لورا علشان يساعد في الناحيه الهجوميه، وده يساعد في الناحيه الدفاعيه، وده يقدم لقدام عشان يساعد في الناحيه الهجوميه. وكنا شفنا كتير كمان ان باريلا زي المباراه اللي فاتت بيميل ناحيه اليمين ناحيه دي لورينزو عشان يساعده في الناحيه الدفاعيه، لان كان موجود على لورينزو امبولو مهاجم مميز جدا، ولكن النهارده اختفى في وسط دفاع ايطاليا المميز جدا. ايطاليا بصراحه النهارده انا في قبل المباراه في ماتش تركيا كان هجوم تركيا بطيء، ما كانش فيه اسلحه للهجوم، كان ما فيش تحولات من دفاع للهجوم، ما فيش اي حاجه لتركيا هجوميا. وكمان شفنا النهارده في مباراه ويلز، ولكن ضد سويسرا انا حبيت او كنت بفكر ان اشوف دفاع ايطاليا قدام هجوم سريع، ولكن ايطاليا النهارده ما كانتش بتلعب دفاع متقدم زي مباراه سويسرا، ودي الحاجه اللي كنت عايز اشوفها من مانشيني. هو مانشيني هيعمل ايه في مباراه او قدام منتخب هجومه اسرع من دفاعه؟ لا، كلنا عارفين ان دفاع ايطاليا دفاع بطيء، سواء كليني او بنوتشي او دي لورينزو، كل دول لعيبه بطيئه.
كنت عاشق بقى في الناحيه الفريق اللي قدامك هيبقى عنده هجوم سريع، هتعمل ايه مع الهجوم السريع ده؟ اللي شفناه النهارده مين مانشيني عمل حاجه عبقريه جدا. هو اي نعم في الناحيه الهجوميه او في الشكل الهجومي بيلعب بالثلاثه اللي ورا، ولكن لما الثلاثه اللي ورا او لما بيبتدي يضغط ويقدم لعيبه نص الملعب بيسيب جورجينيو، بيسيب جورجينيو قدام الثلاثي بتاع الدفاع. ليه؟ لان اي تحولات هجوميه جورجينيو عطل اللعب بسبب قطع الكوره او بفاول، وحتى لو الكوره عدت من جورجينيو الدفاع بتاع ايطاليا ما كانش متقدم قوي زي ماتش تركيا، لا ده كان متاخر خطوتين لورا علشان يعرف يواكب او يعرف يجاري لعيبه مهاجمين بتوع سويسرا. شفناها كتير جدا النهارده، دي لورينزو لما كان بيجري مع امبولو وبيعرف يمسكه كويس جدا، وكان صراحه امبولو اختفى في وسط دفاعات ايطاليا، سواء دي لورينزو او باريلا اللي برجع يساند في الناحيه الدفاعيه او كليني او بنوتشي او حتى تشيرفي لما نزل. لا ايطاليا سواء دفاعيا او هجوميا تحت قياده مانشيني بيقدم كوره مميزه. الكوره على الارض بتاعت ايطاليا دي ما شفناش قبل كده، التحولات من الدفاع للهجوم لما بتلعب على المرتده شفناش التحول المميز والسريع ده قبل كده. التغييرات الملعب سواء من ناحيه الشمال اليمين او اليمين الشمال، في الجول الاول مثلا، في الجول الاول باريلا يا دوب الكوره نزلت على الارض بشمال على طول لبيراردي، بيراردي بيستلم الكوره وبيعدي وبيفتح سبرنت وبالعرض، والكوره كمان بتاعت الجول فيها حاجه مميزه جدا، لان ايموبلي سحب مع الدفاع على القريبه، سحب مع الدفاع على القريبه وفضل المساحه كلها اللي دخل فيها لوكاتيلي وسجل. المساحه دي كلها اتفتحت بسبب ان ايموبلي راح على القريبه وسحب مع دفاع سويسرا ودخل لوكاتيلي وحط الاول بقطعه مميزه جدا في وسط العمق اللي اتفتح له والمساحه اللي فتحها ايموبلي ليه، وحط جول اول كمان تمريره من باريلا لبيراردي وبيراردي بالعرض لوكاتيلي الهدف الاول. ولكن بعديها ايطاليا ابتدت اللي هي ان هدرت شويه. اي نعم هو ما مثلا ما ريحش وقال لك يلا ادي الكوره لسويسرا ونرجع ندافع، لا هو برده كان بيضغط ضغط عالي على لعيبه سويسرا بيحاول يستخلص الكوره من لعيبه سويسرا، ولكن لما كان بيبقى معاه الكوره ما بيحاولش اللي هو يلعب بسرعه، لا انا 1-0 عايز اخرج 1-0 الشوط الاول، اذا جبنا الجون الثاني خير وبركه، ما جبناش الجون الثاني 1-0 كويس جدا في الشوط الاول. وفعلا خرج ايطاليا الشوط الاول 1-0 ودخل الشوط الثاني ايطاليا بنى انا نازل العب ومتع الجمهور، انا بلعب في الاولمبيكو في ارضي في روما الجمهور موجود في الملعب الناس تتفرج عليا في التلفزيون، بلعب في اليورو انا همتع الجمهور، لعيبه رايقه تمريرات مميزه كرات بالعرض كرات طوليه قطريه على الارض عشان يضرب بيها خطوط سويسرا وكرات عرضيه وبيعمل كل حاجه في الكوره. وحتى تغييراته لما نزل كريستانتي ونزل لعب كيزا اللي كان النهارده لعب في دور مميز جدا اللي هو يلعب مهاجم تاني او شادو سترايكر تحت ايموبلي، اللاعب كيزا في العمق مميز جدا شايفه افضل منه على الاطراف بيلعب في العمق كويس جدا. وايموبلي والتسديده الثانيه في الجون الثالث التسديده الاولى بتاعت لوكاتيلي طبعا بشماله بوم بوم بشماله جول، ثانيه ايموبلي برده بيستلم ويحط بيمينه حب يروح في كوره والثانيه يجري بمدافعين ويحط في البعيده لكن ما جاتش معاه لكن مجرد شوطه ودخل الجون والحمد لله كابتن في الفانتزي. بس عندي سؤال مهم قوي 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 قوي، ايطاليا شفناها قدام تركيا بتلعب كوره حلوه قوي زياده عن اللزوم وافضل فريق بيلعب كوره في اليورو لحد دلوقتي، والفرق اللي اجبرتني على تشجيعها بصراحه منتخب ايطاليا مع اني في اول يورو او قبل اليورو ما كنتش حاطط ايطاليا ان انا اشجعها اصلا في اليورو، دي حاجه. الحاجه الثانيه منتخب ايطاليا لعب مباراتين مميزين، كان هو اللي ماسك الكوره وهو اللي حاكم فريق قدام تركيا وقدام سويسرا، ولكن السؤال الاهم هو كده ايطاليا خلاص ضمن الصعود لدور ال 16، لو صعد كاول المجموعه هيلاعب تاني المجموعه الثالثه، ولو صعد كتاني المجموعه هيلاعب تاني المجموعه الثانيه، لكن هو طبعا هيكسب ويلز المباراه الجايه ويتصدر المجموعه ويلعب تاني المجموعه الثالثه. بس الفكره هنا هل ايطاليا لما تلاعب منتخب كبير ومنتخب عليه القيمه ومنتخب عنده اسلحه ومنتخب بيهاجمك ومنتخب عارف يمسك عليك الكوره، هل ايطاليا هترجع تتراجع ونلعب بالشكل المعروف لايطاليا الدفاع ونقف في مناطقنا ونلعب هجمه مرتده والتحولات الهجوميه، ولا هنشوف ايطاليا قدام المنتخبات الكبيره بتلعب برده بنفس الاداء اللي هي انا اللي همسك الكوره انا اللي هفرض اسلوبي انا اللي هتحكم في اللعب وانت اللي تتاقلم على اسلوبي؟ ده بصراحه سؤال عمال يدور في دماغي ومش هيتجاوب عليه غير لما ايطاليا تلعب منتخب كبير، تلعب بقى انجلترا كرواتيا اسبانيا فرنسا المانيا البرتغال فريق من الفرق المرشحه لللقب. لما نشوف ايطاليا بتلعب الفريق من الفرق دول هنقدر نحكم على ايطاليا، هل ايطاليا فعلا بتلعب مباريات مميزه وبتلعب باداء مميز جدا ده قدام الفرق الصغيره بس،
ولا برضه قدام الفرق الكبيره بتعمل اداءات مميزه. ده كان رايي في مباراه سويسرا وايطاليا. قول لي رايك كده في الكومنتس. قول لي كمان توقعك، هل ايطاليا قدام المنتخبات الكبيره ومنتخب عليه القيمه، هل ايطاليا تلعب برضه كورتها اللي هي الكره الجميله اللي بيلعبوا من اول البطوله ويفرض اسلوبها على المنتخب الكبير، ولا ايطاليا يرجع للمتعارف عليه الشكل الدفاعي ويلعب على الهجمات المرتده؟ قول لي رايك في الكومنتس في السؤال دون. ولو حلقه جديده تخش اعمل لايك تسرق بقى على الناس، ولو اول مره شفتني اعمل اشتراك في القناه على الجرس يجي لي حلقات اول باول. طبعا عشان ده الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على الفيسبوك لتويتر على تويتر. كمان مع مصطفى، اشوفك في الحلقه الجايه. سلام.